عسكري المالي يحكم صنعاء واسم إلكتروني لحملة إعلامية قادها ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجا على تعيين إيران وصيا عسكريا لها في صنعاء. وجاء الهاشتاج الاحتجاجي إثر تصريحات رسمية أعلنها مسؤولون إيرانيون عن اعتزام طهران توريد الأسلحة الإيرانية إلى ميليشياتهم الحوثية في اليمن عقب الإعلان عن رفع الحظر الدولي عن الأسلحة الإيرانية والمفروض منذ العام 2007 ضمن العقوبات الدولية عليها. من جهتها حذرت الحكومة اليمنية من الانتهاك الإيراني الصريح لسيادة بلدها والذي اعتبرته مؤشرا خطيرا على التوجهات الإيرانية في تصعيد التوتر وإشعال المنطقة. وعلى مدى السنوات الماضية خرقت إيران لمرات عديدة منظومة قرارات العقوبات الدولية المفروضة عليها، من بينها القرار الدولي 1747 الذي يحظر عليها توريد الأسلحة. وعلى ذات السياق الدولي للشأن اليمني تكررت الخروقات الإيرانية وانتهاكاتها السافرة للقرار الأممي 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي من أي طرف كان. تزويد إيران ميليشياتها الحوثية بالأسلحة المهربة التي تركزت في العامين الأخيرين الماضيين على الأسلحة النوعية المتطورة من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، يتوقع مراقبون دوليون تفاقم نشاطه بعد فك قيود الحظر عن الأسلحة الإيرانية. يزيد من حدة هذه التوجسات التوجه الإيراني الأخير في تعيين قائد ميليشاوي من الحرس الثوري وصيا لسياسة إيران الخارجية في صنعاء. وكانت اليمن قطعت رسميا في أكتوبر 2015 علاقتها الدبلوماسية مع إيران وأغلقت سفارة طهران في صنعاء بعد ثبوت الدور الإيراني التخريبي في اليمن ودعمه الحوثيين بالأسلحة وخبراء تصنيعها. ووفقا لمراقبين محليين ودوليين تسعى إيران من إجراءاتها العدوانية الأخيرة للإبقاء على اليمن ساحة حرب دائمة وتغذيتها بالأسباب الداعمة لإطالة أمدها، وهو ما يعني مزيدا من الضحايا اليمنيين، وإن أفق السلام المسدود يبتعد أكثر.